الحقيقه يعني احنا ساعدنا كمبادره نشء وفد من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ان احنا حضرنا المؤتمر النهارده، والحقيقه بنهني دكتوره نيفين عليه. الحقيقه انه يعني كان في طبعا معالي الوزيره، وزيره التخطيط دكتوره هاله السعيد ودكتوره نيفين القباج، وممثلين عن وزاره العدل والنيابه العامه وبعض الجهات التنفيذيه. وكان جميل ان احنا نبدا نسمع انه بقى عندنا داخل النيابات مكتب خاص بحمايه الطفل، انه الاطفال اللي بتكون هناك متواجده سواء بقى هو كان شاهد او تم الاعتداء عليه او ك في خصومه الى حد ما قانونيه ان هو لا قام بجريمه، ازاي يكون في اليات مختلفه للتعامل، وانه القضاه والساده وكلاء النيابه حصلوا بالفعل على العديد من الدورات التدريبيه اللي تأهلهم ازاي يتعاملوا مع الاطفال هناك، وخاصه كمان ومحاكم الاسره وما الى ذلك. بالظبط في الوضع يا دي بالظبط. هل كان في مطالبات من الناس بتغيير القانون ده او النظره المختلفه للعداله تجاه الطفل، او يعني كان ايه الدواعي وراء هذه المبادره؟ الطفل عموما ليه معامله خاصه. لازم يكون اي حد بيتعامل معاه سواء في هيئه قضائيه او سواء تعليميه او صحيه، لازم يكون ليه معامله مختلفه عن ما بكون بتعامل مع راشد. فمبادره زي دي او استراتيجيه زي دي هتحقق الهدف من انه يكون الهيئات القضائيه ووكلاء النيابه قادرين ان هم يكون عندهم الوعي الكافي بالتعامل الخاص بالطفل وبشخصيه الطفل. صحيح، مش بس بتهيألي الطفل العادي، كمان اطفالنا من ذوي الهمم، انه يتم تطبيق كود الاتاحه الخاص بيهم، سواء الجانب الخاص باخواتنا واهالينا من ذوي الاعاقه الحركيه او السم وضعف السمع، ان يعني يكون في مترجمين للاشاره عشان لو حد منهم كان متواجد داخل الاروقه هناك. واعتقد انه يعني احنا بنتكلم انه في استراتيجيه حقوق الانسان، فبالتالي في تغييرات كتير حصلت، وايضا في كان من ضمن اهداف المبادره وايضا المجلس القومي للامومه والطفوله، المجلس القومي للامومه والطفوله، ان يكون في استراتيجيه خاصه بالطفوله المبكره. وكنا بنتكلم انه مصر بتحتل المركز ال 34 من منظمه حقوق الطفل عالميا، كان 162 دولة هي احتلت على المركز ال 34 على مستوى العالم في تطبيقها لحقوق الطفل. احنا بنتكلم ده انه من سنة 2016، فاحنا بنتحدث على في خطوات استباقية، انه ما بقاش عندنا فكرة السجين او المسجون، السجن او المسجون، فكرة مراكز الإصلاح والتأهيل. ده بالنسبة للكبار بالظبط، والتغيير، فكرة البناء والتغيير. لأنه احنا ودي نقطة الحقيقة مهمة جدا النهاردة، لما يكون عندنا طفل واقع تحت طائلة القانون، أنا عايز منه إيه في السن ده؟ أنا عايز أغيره، عايز أنمي في مهاراته، عايز فعلا أفعل التغيير اللي أنا محتاج إن هو يوصل له، أنا هستفيد وهو هيستفيد. وده اللي أنا شايفة إن هو بيتحقق فعلا من خلال المبادرة، شايفة بنود تفعيلية لمسألة تنمية وتطوير المهارات وحتى تغيير الصورة النمطية اللي موجودة لطفل موجود في مشكلة زي دي. بالظبط. خليني ارجع تاني للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هو اوجه التعاون اللي ممكن تكون بتتم مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. من اهم الحاجات اللي ركزنا عليها هي استراتيجية الطفولة المبكرة. خليني بقى هنا استرسل شوية في الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة ده هو السن من 0 لـ6 سنين. ليه الطفولة المبكرة بالذات بنركز عليها؟ لان دي المرحلة العمرية اللي الطفل بيكون شخصيته، بيكون هويته الوجدانية، بيكسب ثقته بنفسه. يعني خلينا نقول دول أهم 6 سنين في حياته. علشان أهتم بالطفل في المرحلة دي، أنا لازم أكون بعمل استراتيجية واضحة وصريحة لهذه الفئة العمرية. الاستثمار في المرحلة دي هيعود مش بس على الأفراد بنتائج إيجابية، لكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الوطني هيعود عليها بنتائج إيجابية. حاليا في مصر في 4 مليون طفل تحت 6 سنين معرضين لخطر الفقر. ايه خطر الفقر اللي ممكن اكون بتكلم عليه؟ هو عدم وجود مثلا غذاء ملائم لهذه المرحله العمريه، عدم وجود كواليتي، خلينا نقول زي اسلوب تعليم او فرص تعليم مناسبه للمرحله دي، الرعايه الصحيه الخاصه بالمرحله دي،
ممكن يكونوا بيتعرضوا للعنف بشكل مباشر أو غير مباشر في المرحلة دي، بالتالي كل ده هيأثر بالسلب على التنمية البشرية في المرحلة دي، وهيأثر بالسلب على أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية على المستوى الوطني. ومن هنا كان في اهتمام واضح وصريح من التنسيقية ومن أستاذة هدى بالأخص يعني. ومن هنا خليني أقول إحنا ابتدينا نعمل إيه. الدولة مهتمة جدا جدا بتنمية الطفولة المبكرة في المرحلة دي، وأول خطوة فيها هو إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاستراتيجية الخاصة بالطفولة بتنمية الطفولة المبكرة في مصر. هيصاحب هذه الاستراتيجية خطة تنفيذية بيقوم بها المجلس وشركائه على الأرض. ماذا تتضمن هذه الخطة؟ لأن ده اللي أنا عايز أعرف. حضرتك تحدثتي عن التحديات اللي موجودة في عمر الطفولة المبكرة من 0 لـ6 سنوات. أهم التحديات اللي أنتوا بتشتغلوا عليها في الخطة دي، الخطة التنفيذية، ودي كلمة مهمة، إنه إحنا مش في وقت إن إحنا نحط خطط على ورق، إحنا عايزين ننزل نحل المشاكل اللي الأطفال بتتعرض لها واللي بنسمعها وبنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت. بالظبط. المشاكل اللي أنا سردتها في الأول اللي هي اللي ليها علاقة بالتعليم، اللي ليها علاقة بالتغذية الأمومة والطفولة، اللي ليها علاقة بأنه يكون في فرص واضحة من الرعاية الصحية، اللي ليها علاقة بالعنف. هي دي التحديات اللي بنتكلم فيها. خليني المقترحة داخل الخطة. خليني أتكلم بقى زي ما كنا بنحكي كده قبل كده، أنه المجلس بيقوم على الشراكات علشان أقدر أعمل خطة فعلاً أو استراتيجية تقدر تنفذ على الأرض. لازم أعمل خطة ولازم أشارك فيها المجتمع ككل. مين شركائنا؟ خليني أقول إن الوزارات المعنية والجهات المعنية مشتركة معايا، القطاع الخاص مشترك معايا. وحالة التكاملية دي يا باشمهندسة هي اللي يمكن بتخلينا نوصل لنتائج أسرع، ودور تنسيقية شباب الأحزاب الحقيقة والسياسيين إنه بنوصل للناس بطريقة أسرع، موجودين وسط الناس، موجودين في كل القرى والنجوع، أفكار مختلفة، أفكار جديدة، نقدر نكلم الناس بلسان حالهم، بالناس اللي موجودة حواليهم اللي شبههم، الرائدات الريفيات اللي شفناهم في حياة كريمة. ده بيخلي الناس تسمع أكتر ويخلوا الحديث قريب من خلال مبادرة النشأ. إيه الحاجات اللي عايزين توصلوها للناس عشان تنتبه لمسألة رعاية النشأ منذ البداية؟ زي ما ذكرت في البداية أنه من ضمن المخرجات الخاصة بالمبادرة أن احنا بنبدأ نشتغل على جانب يخص أوراق سياسات ومقترحات وجانب تنفيذي للمبادرات. من ضمن مثلا الأفكار المقترحة والأوراق السياسات اللي اشتغلنا عليها في الشهور اللي فاتت، أنه يكون عندنا مبادرة طبعا ده مش مجهود فردي، أنا بشكر طبعا باشمهندسة أن هي ذكرت الاهتمام بالطفل، ولكن إحنا مجموعة عمل كبيرة. يمكن خليني أوجه التحية لزملائي النائبة الحبة عبد الغني مسؤولة المبادرة، وزميلتي هدير زيدان ويوستينا ونور الشيخ محمد طارق. إحنا كتير، وكل زملائي في أعضاء التنسيقية. فكرة أن يكون عندنا مبادرة أساسها وهي اسمها مبادرة مدارس آمنة بلا عنف، منوط بيها الجانب الخاص طبعا بالطفولة. إزاي نبدأ بشكل مختلف، مش مجرد ندوات توعوية، إن مش عايزة أخوض في التفاصيل دلوقتي، بس هتكون حاجات مختلفة الولاد يكونوا حابينها، تهدف للتقليل، مش هنقدر نقول القضاء بشكل 100%، بس التقليل بشكل كبير للعنف في المدارس. ان شاء الله نوصل للقضاء. ان شاء الله. يعني إن شاء احنا في حاجات كتير كنا شايفينها مستحيله بقينا شايفينها موجوده دلوقتي. صحيح. وافكار كنا بنشوف ان احنا بقى يعني ما نقدرش نوصل لها بقينا شايفينها بتتحقق. صحيح. فالحقيقه انه حتى الاسم لطيف والافكار هادفه ومثمره، واحنا يعني عايزين مزيد في مجال الطفوله والامومه، احنا محتاجين مزيد من المبادرات، و بنسعد بالشغل اللي موجود وبالمبادرات اللي بتحصل، لانه احنا في احتياج لده. انا بشكركم شكرا جزيلا على هذا الحديث المثمر الحقيقه.